أنا لا يمكن أسيح دم أي واحد من الحسينة، ولا يمكن أشيل ضميري وزر روح منهم. هو ده اللي أنا جاي أقوله لك، مشاهد عليه الشيخ حامد وشيخ الغفر علوان. قصدك إيه؟ قصدي خير، وقدامك سكتين تختار منهم اللي يريحك. السكة الأولانية إنك تعترف قدام أهل البلد كلهم بكرة بعد صلاة الجمعة إنك حتفضل في طاعة عمدتك فتح الله، وهتعترف قدامهم إنك ملكش حق في العمودية. نجوم السماء أقرب لك يا ابليس اخوتي. هي حصلت تناديني باسم أمي. نهاية بس إلى نجمة نسبك ليه. عيب عليك يا صار، ده كلام الصغار القصير الرباعي. اديني الأمان يا سيدنا، وأنا أطخه حالا وأرجع ستته قدام أهل البلد، والشيخ حامد شاهد على اللي قاله. لا علوان، أنا مش هرجع في كلمتي أبدا. ما فيش نقطة دم من الحسينة حتبقع توبي، حتى لو كان دم زفر. إيه السكة التانية يا فتح الله؟ قول وخلصنا. كده ما فيش غيرها يا شيخ حامد. أيوة يا عمدة. صابر؟ خلاص اختار. صابر. النهاردة بعد صلاة المغرب هفوت عليك شيخ الغفر ومعاه الغفر وشاهد من بيت الإرواني، هياخدوك لغاية المالح، ومن هناك حيركبوك مركب توصلك جزيرة العاصي. ربنا يتولاك. ضميرك مريحك يا علام يا إرواني؟ انت اللي شفته لنفسك يا صابر. علام طلع معانا بعلم الشيخ حامد بعد ما بلغ البلد كلها في صلاة المغرب الليلة، وفر كل اللي ناوي تقوله يا صابر. انا ما كلمتكش انت يا علوان، عارف ليه؟ لان انت كلب اللي بيركب العمودية، ولو كنت تاني اللي ركبتها امبارح كان زمانك برضو في نفس المشوار دي. بس مع فتح الله يعني مش كلب اي حد، وتلم بقى خلينا نرميك لقضاك من غير ما تسيح دمك. بتمد ايدك عليا يا علوان؟ بتمد ايدك عليا وانا مكدت في ايده رجل؟ يا راجل بصحيح التالتة هتبقى على دماغك تفلقها. بكفاياك يا شيخ الغفر، وما تنساش اوامر العمدة فتح الله لما قال ما حدش يأذي صابر ولا يمس شعره في راسه. ما سمعتش بيقول ايه يا علام؟ بقول اللي الكل بيقولوه يا ابن ابو حجر، ما قلتش حاجة جديدة. شفت يا علام؟ ما هوش هيسكت، عايز يفضل يحرني ويزر في شكلي لغاية ما خلص عليه ويرتاح قبل ما يموت موت الكلاب في الجزيرة. خدها مني كلمة يا علوان وبلغ بيها سيدك، أنا مش هموت في جزيرة العاصي، ومش هترتاحوا مني، لأني هفضل ورا حقي لحد ما اخده، ولو دست على رقاب بشنين بحلقه، ويوم ما يقول الأوان هتبقى رقبتك أول رقبي. برضو كان لازم تشاورنا يا عمدة مهما كان. شاور مين يا حج عبد الخالق؟ أشاورك أنت بالذات. هاني والرجالة دول أهل صابر، أعمامه وإخوانه. صابر ما كانش هفية ولا مقطوع من شجرة، ده عين من أعيان الحسينة. كلام مظبوط، بس أنا عايزك تجاوبنا على سؤال قبل ما أرد عليك. اسأل ما بدالك. صابر، شاوركم قبل ما يخش علي هنا هو والمنصر بتوعه شايلين سلاح وعاوز يركب العمودية غصب؟ يا ريته كان شاورنا، كنا منعناه. مش معنى بقى عايزنا شاوركم قبل ما جزيه؟ اه؟ قلت ايه يا حج عبد الخالق؟ عشان انت العمدة، انت كبرنا. مقصودش كبير السن، احنا بنشهد لك بعقلك الكبير ودماغك الوعي. عشان كده ما وقفناش في طريقك لما جيت ترد حق ابوك وتاخد دوره، وقفنا جارك ونصرناك على صابر.
صح يا شيخ حامد. صح يا حاج عبد الخالق. عشان كده عشمانين توجبنا وتشاورنا. أجلوا نحمي ظهرك ونعزز قولك، ومحدش بعدها يقدر يلومك أو يتحدث عنك بكلام شيء. بس العمدة شهدني يا حاج عبد الخالق، وخدني معاه وهو بيقرر صابر وبيعرض عليه الصلح وبيخيار. وأنا شهدت باللي شفته الليلة ساعة صلاة المغرب لما العمدة جمع أهل البلد وبلغهم. مش كفاية يا مولانا؟ وإذا كنت أنت خليفة الإيرواني وشيخ المسجد فإحنا برضو نتعدى من الكبارات.